بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إنا لله وإنا إليه راجعون. باستشهاد سيدنا ومولانا وعالمنا أبي عبد الله الحسين عليه السلام، نسأل الله سبحانه وتعالى تعجيل الفرج لمولانا الإمام المهدي المنتظر عليه السلام، لننادي خلفه في يوم عاشوراء: يا لثارات الحسين. من المجربات الشخصية لآية الله العارف صاحب اللقاءات الكثيرة مع صاحب الزمان سلام الله عليه الشيخ محمد علي الشاه آبادي قدست روحه زكية، يروي ولده آية الله الشيخ نصر الله الشاه آبادي متحدثا عن والده يقول: في يوم من الأيام دخلت على والدي وقلت له: يا أبا، إن مجموعة من الرجال واقفون عند الباب ولديهم مشكلة كبيرة، وربما سيهلكون إذا لم نجد لهم حلا، وهم يطلبون منك دعاء أو ذكرا لكي يدعو الله سبحانه وتعالى به وينجيهم من هذه المهلكة، وربما هذه المهلكة تصل بهم إلى الموت والقتل. فإذا بأبي آية الله الشيخ محمد علي الشاه آبادي قدست روحه الزكية يرفع يده ويضعها على جبهته، يتفكر قليلا ثم رفع رأسه إلي وقال: أنا لا أعرف على طوال حياتي ذكرا أو دعاء أعظم من كلمتي يا حسين، فليقولوا يا حسين يا حسين 100 مرة. يقول آية الله الشيخ نصر الله الشاه آبادي: خرجت إليهم وأخبرتهم بما قال لي والدي: إذا أردتم النجاة من هذه المهلكة من الموت عليكم أن تنادوا يا حسين. بدأوا يمشون وهم ينادون: يا حسين يا حسين يا حسين. وبعد ساعة دخلت على أبي فنظر إلي وقال: إني لا أشك أبدا بأن من مصاديق اسم الله الأعظم هو اسم سيدنا ومولانا الحسين عليه السلام، الحسين مصداق لاسم الله الأعظم. وما مرت إلا ساعتان حتى جاء الرجال مستبشرين ضحكين وقالوا لي: اخبر آية الله الشيخ آبادي بأن الله سبحانه وتعالى قد أبعد عنا الموت ببركة هذا الذكر يا حسين يا حسين يا حسين. يقول آية الله الشيخ نصر الله الشاه آبادي: أصبح هذا الذكر من المجربات في عائلتنا، بل في جميع العوائل التي تعيش بقربنا، فيقضي لهم الحسين عليه السلام جميع حوائجهم بأسرع ما يكون. برنامج صباحات ولائية. أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.